إذا كان للرجل من فوائد كذا ويريد أن يتصرف في هذه الفوائد، فما هو السبيل الصحيح المشروع الذي يصرف في هذه الفوائد؟ إحنا مثلا المسجد يحتاج إلى إضاءة، يحتاج إلى فرش، يحتاج إلى إصلاح سباكة، يحتاج إلى سيراميك، كل هذه الأشياء يمكن أن توضع فيها هذه الأموال المشبوهة. كذلك نظائر الإضاءة والفرش والتجهيز في المساجد، الملاجئ والمستشفيات ودرعة المسنين وغير ذلك، هذا كله مما يجوز فيه ذلك الأمر. وكذلك أيضا المصالح العامة كرصف الطرق وتشجيرها وإصلاحها وبناء دورات المياه في الشوارع العمومية، دي مسألة مهمة جدا، كل ذلك من جملة المصالح العامة التي لا تقترن بفرد والتي يستفيد بها الجمهور أو عموم الأمة. لو فعل ذلك بهذا المال لكان ذلك خيرا عظيما. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.